هذا مسار تاريخي وجغرافي لهذه القضية. فدك ليست شيئا بسيطا، ولذلك احتمل بعضهم أن واحدا من الأسباب التي دعت السيدة الزهراء عليها السلام للمطالبة بفدك قيمتها المادية العالية، لأن بعض المؤرخين يذكرون أن غلتها في كل سنة 300,000 دينار، يعني في كل شهر 30,000 دينار، وهذا مبلغ كبير بحسب مقاييس ذلك الزمان. ولهذا يشيرون كان الخليفة الأول والثاني وضعوا هذه الأموال في تمويل الجيش. تمويل الجيش ما يحتاج إليه 1,000 درهم و2,000 درهم، خوض معركة عسكرية تحتاج إلى تجهيز بالسلاح بالخيول بالجمال بالغذاء بالرواتب، وهذه تحتاج إليها أموال كثيرة. لما قال نضعه أي المال في السلاح والكراع وفي تجهيز جيش المسلمين، يتبين أن هذا المبلغ مبلغ كبير جدا كانت تدره هذه الأرض وهذه المنطقة. وكذلك إشارة أمير المؤمنين عليه السلام في قوله من كل ما قلت السماء، بالإضافة إلى أنها لما تتقسم بين 3 من كبار شخصياتهم يحتاج أن تكون فيها فسحة وسعة ومقدار مالي كبير جدا حتى يوزعها مثل معاوية على 3 من المقربين إليه. فإذا كانت ذات عائد مادي كبير جدا، ولذلك يرى بعضهم أن فاطمة كانت تطالب بها نظرا لهذه الجهة، وأن الطرف الخلافة كان يريد أن يحرم الخط الهاشمي من مصدر قوة مادية.